طيب، وسائل إعلام محلية في إيران تتحدث عن أنها استمعت لانفجارات قوية، وهذه الكلمات ذكرت على لسان شهود عيان وعلى لسان المحيطين بموقع الانفجار. بماذا تعلق على هذا الأمر؟ نعم، حتما في حال استهداف منشآت، يعني أتحدث عن برنامج الصاروخي فيما لو حصل هنالك انفجار، ورأينا الجميع تابع هذه المشاهد، حتما سيكون هناك انفجارات، وانفجارات ربما ليست ضخمة نظرا لأن هذه الصورة كانت من زاوية معينة وانتهت الصورة بعدها، ولا يوجد هنالك متابعة لما حصل في الداخل، يعني في داخل تلك المنشأة، إضافة للمفاعلات. ربما يعني هنالك عدة نقاط تم استهدافها في آن ما تشير إلى أن هنالك يعني هنالك استثمار من جهة ما لهذه الضربة وتوظيفها، لكن عمليا نحن نعود إلى بالقول بأنه فيما لو كانت هنالك ضربة أمريكية ستكون التداعيات أكبر من ذلك بكثير، وطبيعة هذه الضربة وحجم الانفجارات التي حصلت وكذلك أيضا الغموض التي تم من خلال المؤسسة الرسمية الإيرانية يشير إلى أن هنالك استهداف ربما قد يكون نزاع محلي، وهذا ما تبع ما بعد عمليات الاغتيالات التي حصلت كمحسن الفخري زادة مسؤول البرنامج النووي وما تبعه حسن خدائي وغيره من القادة، إضافة إلى إعدام مساعد وزير الدفاع الإيراني السابق رضا أكبري. كلها تشير إلى أن هنالك خلاف كبير داخل المؤسسة الأمنية والعسكرية في الداخل الإيراني، وكل ما نشاهده يطفو على السطح يندرج ضمن يعني ضمن مفهوم بأن هنالك تخوف أمني كبير داخل المؤسسة وحالة من الارتباك الكبيرة تعاني منها المؤسسة الأمنية والعسكرية في الداخل الإيراني، لذلك تلجأ إلى استخدام بعض الوسائل الدفاعية أو الهجوم المضاد من أجل استثمار هذه الحالة من أجل توظيف المزيد من المقاتلين في صفوفها واستثمارهم إما في الداخل الإيراني وإما خارجيا، وكذلك أيضا شرعنة الردود في المستقبل. لكن عدم الردود في الوقت الحالي يشير إلى أن هنالك ربما قد يكون هنالك دراسة لماهية تلك الاستهدافات وطبيعة تلك الاستهدافات وحجم الردود المتبادلة فبين كافة الأطراف.